التواصل يستمر والأشواط تتوالى مشاهدينا متابعينا الكرام على أرضية هذا الميدان في انطلاقات صباح هذا اليوم. الشوط الحادي عشر انطلق بحفظ الله ورعايته، يحمل في طيات الجعدان الثنايا بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذه المؤسسات العملاقة ورفقة الأخوة المضمرين المتابعين لهذه الأسماء في الستة كيلومترات التي تتنافس على شرف الناموس والفوز. نسير مباشرة على المراكز الأولى ونلحق بركب المقدمة. نعود إلى المراكز الأولى ونتابع مسار هذا الشوط الذي ينطلق في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. نسير مع شعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد الذي يسيطر على مقدمة الشوط، مختار بن أحمد في هذه الانطلاقة يدير التضمير على هذا الاندفاع والانطلاق. المركز الثاني، ثاني المراكز يتقدم في سلهود. سلهود تعود ملكية الاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية تضميره على المركز الثاني. المركز الثالث شاهين، والمركز الرابع شاهين، وشاهين من هجن العاصفة يقدمهن غياث الهلالي على المركز الثالث والرابع. المركز الخامس يتقدم في خامس المراكز في هذا الانطلاق هاملول من هجن الرياسة يتولى عملية التضمير والتدريب حمدان بن محمد بن مروشد. المركز السادس يتقدم في هذه اللحظات هاملول لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى علي بن خلفان بالشاوي يتولى عملية تضمير، وهاملول من هجن الرياسة على المركز السابع ويضمره حمدان بن محمد بما روشد. والمركز الثامن كذلك هملول على هذا الاندفاع، والمركز التاسع هملول بشعار هجن الرياسة وحمدان بن محمد بما روشد يتابع هذه الانطلاقة وهذه التحديات مع هذا الانطلاق. عودي إلى المراكز الأولى، عودي إلى الانطلاق الأول، عودي إلى الاندفاع في هذا المسار وفي هذا الانطلاق مع شوطنا الحادي عشر في أشواط صباح هذا اليوم مع الثنايا. ننطلق عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل وفي هذا الميدان، ميدان المرموم. نسير مع سلهود اللي غير إلى مقدمة الشوط، يحمل شعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يدير تضميره ومتابعته طارش بن مبارك بالقوبع في هذا الاندفاع والانطلاق. المركز الثاني جياش لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، مختار بن احمد يتولى تضميره او مبلش اللي في المركز الثاني على هذا الاندفاع والانطلاق، بينما المركز الثالث هاملول على ثالث المراكز. هاملول من هجن الرياسه يضمره اللي هو حمدان بن محمد بن مروشد احد شبابنا المضمرين مع هذا الشعار الحمر القادم لهذا الموسم لجماهيره ومحبيه بانطلاقه وامال كبيره في تحقيق الفوز والناموس. المركز الرابع، رابع المراكز شاهين من هجن العاصفه ياتي في المركز الرابع، والمركز الخامس شاهين ايضا من هجن العاصفه غياث الهلالي في المتابعه والتضمير. المركز السادس وهذا هاملول من هجن الرياسة حمدان بن محمد بن مروشد يضمره، والمركز الثامن أو السابع اللي في المركز السابع شعار سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى وخلفان بن علي بن خلفان بالشاوي اللي تتابع عملية التضمير، وهجن الرياسة هاملول وهاملول على المركز الثامن والتاسع وحمدان بن محمد بن مروشد. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة أو التسع المراكز الحاضرة في هذا الشوط في شوط الجعدان في هذه الانطلاقة والاندفاع. الشوط يسير بهدوء
ولكن ترقبوا في الأمتار الأخيرة أو الكيلو الأخير الذي تتحرك فيه وتتغير فيه المراكز. وهذا الاندفاع سلهود على راس حربة الشوط، سلهود سلهود على المركز الأول. لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يتولى عملية التضمير. طارش بن مبارك بالقوب أبو بطي اللي قدم الكثير في التضمير ولا زال يتواجد ويحضر مع هذه الأسماء وهذه الشعارات. طارش بن مبارك بالقوب مضمر الشرق الأوسط في هذا الاندفاع في هذه الأثار الحاضر. نسير مع المركز الثاني ونتقدم مع ثاني المراكز. شعار مبلش لمعالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد مبلش، مختار بن احمد ابو عبد الملك كذلك اللي يتابعه مضمرا، وهملول في المركز الثالث من هجن الرياسه يضمره حمدان بن محمد بن مروشد. المركز الرابع شاهين، تحرك شاهين من هجن العاصفه في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. غياث الهلالي في هذه الانطلاقه وفي هذا الاندفاع. أعود إلى المراكز الأولى في هذا الانطلاق والاندفاع. المركز الأول سلهود 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 على رأس الحربة، سلهود على رأس الحربة من البداية قدم الأداء الجميل أو من منتصف المسافة استلم زمام الشوط لسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يضمره. طارش بن مبارك بالقوبع هو اللي يقود الشوط. المركز الثاني مبلش على المركز الثاني في هذا الاندفاع وعلى هذا الانطلاق لسمو الشيخ لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد. مختار بن احمد يقوده في عمليه التضمير وهملول الرياسه تحرك على المركز الثالث. بدت الامور قلت لكم هناك عند الكيلو الاخير تتغير الامور وتزيد السرعه، زادت السرعه، بدت الاوامر، بدا الانطلاق، بدا الاقتراب. ولكن ما شاء الله سلهود، الله يا طارش، الله الله يا طارش، حاضر حاضر مع سلهود. شعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يقدم هذه السلاله العريقه، السلاله صوغانيه جميله. سلهود وتاريخه وانطلاقاته في هذا الاندفاع. الله يا ابو بطي، الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على المركز الاول وعلى الانطلاق الاول. أعود إلى المراكز الأولى، هناك مع المركز الأول مع الانطلاق الأول سلهود لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يضمره. طارش بن مبارك بالقوبع مسري قال يوم طارش في شبابه ضمره وفعله غير، تلقاه فتيله شنابه كأنها جوانح طير. الله يا أبو بطي يا السلام، ولا زال متواجد متواجد يعطيه الصحة والعافية. التضمير في المنافسة، هذا هو سلهود على المركز الأول، على المركز الأول والانطلاق الأول في هذا المسار. تهانينا تهانينا بدون أي توامر، عرض تلقائي، تهانينا لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الفوز وفوز سلهود. شكرا طارش بن مبارك بالقوبع، لحظات الوصول على خط النهاية بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع. المركز الثاني من هجن العاصفة شاهين، المركز الثالث هملول من هجن الرياسة، المركز الرابع لاسمه الشيخ راشد بن سعود المعلى، والمركز الخامس من هجن العاصفة. نعود إلى التوقيت الزمني، مخرجنا في شاشة دبي ريسنج سوف يعطينا التوقيت والانطلاق لنتعرف على 6 كيلو مترات وسلهود. 10 دقائق 12 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا لطارش بن مبارك بالقوبع المركز الثاني. 10 دقائق 15 ثانية من هجن العاصفة والتضمير مع غياث الهلالي. المركز الثالث
ثالث المراكز، بنشوف مخرجنا ياخذ المركز الثالث. 10 دقائق 15 ثانية، أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن سعود بن أحمد المعلم.